ماذا يجب على المرأة المعتدة من وفاة الزوج أو من الطلاق؟ المعتدة من الوفاة يجب عليها أمور: أولا أن تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إذا تيسر هذا، أما إذا لم يتيسر إنها تتحول إلى بيت مناسب. الأمر الثاني أنها تتجنب الزينة، تتجنب الزينة في لباسها، تتجنب الزينة بالحلي، تتجنب الزينة بالأصباغ في بدنها، تتجنب الزينة بأنواعها. الأمر الثالث أنها تتجنب الطيب، فلا تتطيب ما دامت في العدة، تتجنب أنواع الطيب، وهذا ما يسمى بالإحداد، وهو من أحكام العدة للوفاة. أما المتوفى، أما المطلقة، هذه ليس عليها إحداد، ليس عليها إحداد، لكنها تلزم العدة ولا تخطب، لا تجوز خطبتها ولا تتعرض للناس بالزينة، فهي تلازم العدة إلى أن تنتهي.